كنستضيفوا محمد نوف العامر على هامش مهرجان الخطاب اللي عملوا حزب الاستقلال في العريش، وفي الشق السياسي اللي جات ديك الموضوع ديال المصالحه. حنا كنعرفوا بان المغرب يعني دار الانصاف المصالحه، وفي نفس الوقت لاحظنا بان حزب الاستقلال يعني كيعاود يحاول يحرر الذاكره ديال الماضي ويعاود يطرح موضوع المصالحه، يعني كان ممكن تنوير يعني المتتبعين ديالنا في هذا الموضوع. بدايه تنشكركم على الاستضافه وتنشكركم على الاثاره ديال هذا الموضوع، لانه في الحقيقه موضوع بالغ الاهميه باعتبار انه نوع من الانفتاح الحقيقي السياسي على ذاكره الماضي للشعب المغربي. لابد نبدي جوج ديال الملاحظات، هو ان الانصاف والمصالحه كانت محدوديه الزمن، ان عالجت الملفات من 1960 ل 1999، وبالتالي بقى واحد حاصل زمني كبير ديال 4 سنوات من غير تحديد لكل التفاصيل اللي متعلقه به، وخصوصا ان كانت فيه مجموعه من الاحداث منها احداث الريف ديال 58 59، واللي اليوم كاين مساءله حقيقيه ديال ابناء المنطقه ومجموعه من الفعاليات الحقوقيه في المغرب حول دور حزب الاستقلال في هذه الاحداث. واش كان حزب الاستقلال عنده دور اولا لا؟ وهذا طرح السؤال على الاخ الامين العام ابان الزياره ديالو الاخيره لمنطقه الحسيمه، واللي كان تجمع بالمناسبه خطابي مهم جدا، واللي تلقى فيه العائلات والاسر ديال المعتقلين على هامش الاحتجاجات الاجتماعيه في الريف، واللي كان من بين المطالب الساكنه هو تحديد علاقه حزب الاستقلال ودور حزب الاستقلال في هذا الموضوع. وهنا الملاحظه الثانيه، وان حزب الاستقلال عنده مسؤوليه سياسيه كحزب تاريخي، كحزب ديال الذاكره المغربيه، كاول حزب سياسي في المغرب، انه يفتح ملفات اللي هي ملفات حارقه في الحقيقه، والملفات مهمه جدا، والملفات اللي كتصالح الشعب المغربي مع الذاكره ديالو، والملفات اللي كتصالح الشعب المغربي مع الاحزاب السياسيه في المغرب، واللي كتطرح لنا مجموعه من الحقائق. هذه المرحله التاريخيه كيتدخل فيها مجموعه ديال الفقراء والفرقاء السياسيين، وكذلك الدوله حتى هي كانت عندها يعني دخل في هذا الموضوع. يعني واش حزب الاستقلال غادي يطالب هذه الجهات هذه يعني إعادة تحرير الذاكرة ديال الماضي والنبش في هذه المرحلة هذه؟ أولا المسؤولية الأولى هو معرفة دور الحزب الاستقلال في هذه الأحداث، واش كان هناك وجود أو تدخل فئة أو مجموعة أو قياديين عندهم علاقة بهذه الأحداث ديال الحسيمة. لكن المطالب أو ما بعد الكشف عن هذه الحقيقة أو وجود علاقة من عدمه هو اللي غيقودنا لتحديد مجموعة من المطالب. وأهم مطلب اللي كنطرحه أنا كعضو مجلس وطني ديال حزب الاستقلال هو ضرورة وقوف الشعب المغربي على حقائق ما جرى إبان مرحلة الخمسينيات القرن الماضي، لأنها مهمة جدا ودقيقة جدا. هناك حديث عن دور حزب الاستقلال في مجموعة من الأحداث، وأظن أنها يجب كاستقلاليين وكاستقلاليات وكشعب مغربي معرفة حقيقة ما جرى، لأنه هناك يعني واحد الحاجة حقيقية لنا باش نعرفوها، ماشي فقط علاقتنا بأحداث الريف ولكن علاقتنا بأحداث أخرى. لابد نوقفوا على ما وقع أحداث سوق الأربع، لابد نوقفوا على ما وقع في دار البريشة، لابد نوقفوا على ما وقع من فصول من تاريخ بلادنا اللي هي غامضة واللي ما كانش عليها واحد مجموعة ديال الأجوبة، واللي كانت فيها أحداث متسلسلة. كان الحكومة الأولى في تاريخ حزب الاستقلال اللي كيقودها واللي كانت دامت 6 شهور هي حكومة مولاي أحمد بلافريج، اللي كانت حكومة حقوق الإنسان، اللي كانت حكومة ديال دائرة الحرية العامة، اللي كانت أول حكومة كتهتم بالشأن الحقوقي، ولكن في مقابلته كيحاولوا يلصقوا بحزب الاستقلال واحد مجموعة من الأحداث أنا ما عشتهاش وجيل آخر ما عشتهاش، ولكن من مسؤوليتنا ومن مطلبنا أننا نعرفوا ما حقيقة ما جرى. إذا كان عندنا شي مسؤولية كحزب الاستقلال لابد نقدموا اعتذار، وإذا كانت ما عندناش مسؤولية لابد نبحثوا على الجهات المعنية اللي خصها تقدم اعتذار باش نطمسوا ونطويو الصفحة ديال الماضي. نعم، شنو هي الإجراءات اللي قام بها يعني إذا بغينا نقولوا أجرأوا وتفعيل هذا المطلب هذا اللي هو في حقيقة هو مطلب وطني ديال المصالحة وديال يعني التصالح مع الماضي؟ الاخ الامين العام تلقى رئيس المجلس الوطني، كاين لجنه مكلفه معنيه من داخل الحزب بهذا الملف واللي كتبحث في تفاصيل الامور، وتنظن بانه هذه اللجنه هي عندها الكفاءه وعندها القوه باش تقدر توصل لمجموعه من الحقائق. وكنظن حنا كحزب الاستقلال عندنا الشجاعه السياسيه اللي تقدر انه تخلينا نكونوا صرحاء مع انفسنا وصرحاء مع الشعب المغربي، واي خطا فلابد اننا نتحملوا ولو المسؤوليه المعنويه عليه، لانه لما كانش عندنا مسؤوليه ماديه على التدخل بعض القيادات ان ثبت ذلك فانه المسؤوليه المعنويه. نعم، ولاحظنا من خلال خطاب الامين العام للحزب على مستوى هذه الذكرى هذه التركيز على الجانب الاجتماعي والشق السياسي، يعني ما عطاش اهميه كبيره يعني
ليش كترجعوا يعني هاد اولا ما يمكنناش نفيو ان الشق الاجتماعي عنده علاقه بالشق السياسي. البدائل اللي كيطرحها الاجتماعيه لحزب الاستقلال مجموعه من الاسئله والقضايا اليوم في المغرب هي بدائل اجتماعيه لكنها بدائل بطبيعه سياسيه. اليوم حزب الاستقلال يطرح بديل سياسي قوي هو انه حزب البدائل وانه حزب قادر انه يجاوب على مجموعه من الاسئله العالقه اللي موجوده في المغرب، اسئله اقتصاديه، اسئله اجتماعيه، اسئله تنمويه. واللي اليوم مسؤوليتنا كحزب الاستقلال باش نكونوا عندنا الجرأة وعندنا الآليات والميكانيزمات باش نجاوبوا عليها ونقدروا نحلوها. ومن بينها أهم سؤال اليوم مطروح على المغاربة قبل ما يشوفوا الشأن السياسي والسؤال الاجتماعي والسؤال الاقتصادي المؤرق الآن في ظل ارتفاع يعني الأسعار، ضعف القدرة الشرائية، تفشي البطالة، وهذا موجود تشغيل. فتنظر بأن هذا هو السؤال الحقيقي اللي كيدافع عليه الاستقلال، ولكنه بوجهة نظر سياسية من خلال إيديولوجيته التعادلية. شكرا.